حسيته بحاجه؟ طيب حسيت بحاجه؟ ايوه. طب حسيت بايه؟ مش عارف. بطاقه ايجابيه صح؟ ايوه طاقه ايجابيه. ايوه بطاقه ايجابيه. ايوه والسلبيه راحت. ايوه السلبيه راحت. ايوه بان على ملامح وشك. ايوه صح 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 صح. حلو قوي ده بجد. ده فراوله بجد طبعا يا ابني. الاباجوره دي بتسحب الطاقه السلبيه وبتديك طاقه ايجابيه. ايه مش مفهوم؟ اي يعني بتوفر في الكهرباء؟ هتحل لك كل مشاكلك. ليه يا ست الكل يا مصباح علاء الدين؟ ده احنا بتمنها ده نكمل عليها ونجيب اوضه النوم. انا مش مصدقاكي خالص يا فراوله. يعني هو يعني ينفع اللي انت بتعمليه ده؟ حد يسيب شغلانه في شركه زي اللي هو فيها دي وبيكلموكي وبيقولوا لك والنبي ارجعي وانت بتتنكي، ودلوقتي عايزه تبيع شويه اباجورات واحجار؟ ايه هذا؟ يقول مستر لي انها طريقه تسويق جديده اسمها منه في، يعني حضرتك لازم تشتري عشان تعرف تبيع، واللي هيبيع تحتيك هيديك نسبه، يعني حضرتك هيبقى عندك شجره وحضرتك هيبقى عندك شجره وحضرتك هيبقى عندك شجره، بس كلكم تحت شجرتي انا. ايوه يعني الناس هتدفع الارقام الكبيره دي في الهبل ده؟ يا ابني انا عايزه اقول لك انا النهارده بس بايع 10 حاجات، اقل واحده فيهم ب 15000 جنيه، يعني لو كملت كده الشهر كله ممكن ما اشتغلش السنه كلها. انا اسف ان انا بقاطعكم في الكلام، عارف ان دي مش الطف حاجه، بس انتوا فعلا لو عايزين تكسبوا من القصه دي يبقى لازم تلحقوا وبسرعه، لان انا النهارده بس شايف 2-3 بيبيعوا لبعض الكلام ده. شفت؟ انا ما قلتش حاجه، الراجل هو اللي اتكلم. يا جماعه يا جماعه احنا بروكرز، يعني نبيع وحده، نبيع فيلا، لكن على اخر الزمن هنبيع ادوات كهربائيه ولمض. هو انا ممكن ابقى اقعد معاكي بعد الشفت تشرحي لي القصه دي، ولو فيها فلوس فعلا انا من الشخصيات اللي هي بتبقى جايه باي حاجه دي. حضرتك ممكن تقعد معانا دلوقتي اتفضل. هد هد شغلك بعد الشفت. بعد الشفت. طب والله فيها حاجات كويسه اهي. ايوه لو دخلت بقى على الويب سايت بتاع الشركه هتشوف ساميه سوشيال عامله عمايل هتنبهر. ساميه مين؟ سوشيال. ايه يعني؟ ايه الاباجوره دي؟ يعني بتنور بالليل لوحدها في الضلمه ولا بتمشي لوحدها؟ ببعتها يعني تجيب حاجه وترجع بسرعه ولا ايه بالظبط؟ لا يا مستر جيلي، أباجورة الطاقة دي أباجورة بتشتغل بالكهرباء عادي جدا، بس فيها بعض المعادن والأحجار اللي بتخليها تظبط لك الطاقة بتاعت الأوضة. لا والله. كمان بتمنع الشخير، الكوابيس، أي أزمة قلبية بعيدة عن حضرتك وعن السامعين. وأنت مصدق الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ طب أنا واحد زي يدفع في أباجورة زي دي 15000 جنيه ليه؟ أولاً أنا بالليل ما بشخرش، ولما بنام بنام زي القتيل. استثمار مضمون للمستقبل بإذن الله. حضرتك لما هتباعها بعد كده هتكسب فيها من اللي هتباع لهم. انت عارف حضرتك كده هتبقى تحت شجرة مين؟ فرحني. قول لي هبقى تحت شجرة مين؟ فراولة. يا راجل فراولة. هي خلاص فراولة مفيش اي امل انها ترجع تاني؟ لا ترجع فين؟ ده احنا رايحين لها. رايحين لها في ايه؟ لبعيد قوي باذن الله. شوف حضرتك احنا يعني بعد اذنك طبعا انا ومشير قدمنا استقالتنا من شوية للاتش ار، بس يعني لاجل العشره والعيش والملح احنا جينا لحضرتك عشان ننفع. طبعا ده قرار متسرع، بس انا مش عايز اتخانق مع خالد. رايك؟ يعني انتوا بدل ما تجيبوا لي فراوله هي خدتكم مني. وانا شايفه يعني ان حضرتك برضو تسيب هنا، يعني فكر فيها كده. بس على الله فراوله توافق. على الله توافق. أظن أحلى بكتير من مكتب جدي. في طاقة دي كلها أحجار طبيعية. التسويق الشبكي، التسويق الشبكي ده عملنا 10 شركة عربية تلمينا فيه، كل واحد فيهم مثلا بيشتري منتج من المنتجات أي مشاكل حاجة بيخلي فيه روح حلوة. كل واحد تحته هيجيب واحد تحت، كل ما حد هيبيع تعالوا معايا يا اسطى. تعالوا معايا يا اسطى، لان انت اي زبون اي زبون مش في عربيات كبده ومخ، احنا هنبقى كبده وطاقه هتاخد عليه عموله. اتفضل. اجي هتيجي؟ عايز عزومه؟ عندي يلا. اتفضل. لا معلش انا الاول. اخلص يا شندوين. حاضر يا فراوله. امضي هنا يا فراوله. مش
بسم الله ما شاء الله، ناس ليها حظ وناس ليها فراوله. كل دي فلوس يا فراوله؟ ده انا عمري ما شفت المبلغ ده غير مع بتاع البنك. يا قلبي ماي فيرست سالري ايفر، فيرست سالري في الجاليري. خد يا موز. هذا حبيبي. ايه ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.